يحكى أنه خلال إحدى الرحلات في القطار صاح شاب في العشرين من عمره فجأة: أبي أبي، انظر إلى الأشجار، إنها تسير إلى الوراء. ابتسم حينها الأب لابنه في عطف، في حين راح بقية الركاب ينظرون إلى الشاب بعين الشفقة. وما هي إلا لحظات حتى صاح الشاب مجددا: أبي أبي، انظر إلى الغيوم في السماء، إنها تلحق بنا أيضا. فابتسم الأب من جديد بوجه ابنه، فما كان من أحد الركاب إلا أن اقترب من والد الشاب وقال له: لماذا لا تعرض ابنك على طبيب جيد؟ فأجاب الأب: لقد فعلت، في الواقع نحن عائدان من المستشفى، لقد كان ابني كفيفا منذ الولادة واليوم استعاد بصره. ويحكى أنه تم استدعاء طبيب جراح لإجراء عملية فورية لأحد المرضى، وقبل أن يدخل غرفة العمليات واجهه والد المريض وصرخ في وجهه: لما التأخر؟ إن حياة ابني في خطر، ألا تمتلك إحساسا بالمسؤولية؟ فابتسم الطبيب ابتسامة فاترة وقال: أرجو أن تهدأ. ثم دخل غرفة العمليات مسرعا، فاستشاط الأب غضبا وردد قائلا: لو كانت حياة ابنك على المحك، هل كنت ستهدأ؟ ما أسهل موعظة الآخرين. وبعد مرور ساعتين خرج الطبيب على عجل وقال لوالد المريض: لقد نجحت العملية وابنك بخير، وغادر مسرعا. ولما خرجت الممرضة سألها الأب: ما بال هذا الطبيب المغرور؟ فقالت له: لقد توفي ولده في حادث سيارة، ومع ذلك فقد لبى الاستدعاء عندما علم بالحالة الحرجة لولدك. لكل شخص منا في هذه الحياة قصة، فلا تحكم على الآخرين قبل أن تعرفهم جيدا وتعلم ما هي ظروفهم التي تحكم تصرفاتهم، فإن أسوأ مسافة بين شخصين هي سوء الفهم، وأخطر متاهة بينهما هي سوء الظن. لذلك قبل أن تحكم على الآخرين في المرة القادمة، لا بد لك بأن تنظر إلى الصورة كاملة. وأنت، ما رأيك بالقصتين؟ وما هي الموعظة التي وصلتك منهما؟